بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة تولي اهتماماً كبيراً في دعم رواد الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث يقوم بنك مسقط بتقديم الكثير من المنتجات والتسهيلات والبرامج التمويلية لرواد الأعمال كبرنامج نجاحي من غير ضمان. برنامج نجاحي هو برنامج يقوم بتقديم التسهيلات المرنة من غير ضمان لرواد الأعمال لتمويل مشاريعهم، حيث هذا البرنامج مختص للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، يقوم بتوفير سقف تمويلي لا يتجاوز 50,000 ريال عماني. وهناك برامج الوثبة. برامج الوثبة هي تقدم الكثير من المنتجات والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجاتهم وحسب مشاريعهم وأنشطتهم التجارية. كما هناك برامج الوثبة من غير ضمان لرواد الأعمال للنهوض بأعمالهم التجارية عن طريق تقديم تسهيلات مرنة للبدء بمشاريعهم والعقود التي يحصلون عليها. بجانب التمويل الكثير من المبادرات التي تدعم التسهيلات والمنتجات التي يقدمها بنك مسقط. من هذه المبادرات حلقات وورش عمل لرواد الأعمال المجانية، برنامج أو أكاديمية الوثبة، مركز الوثبة للأعمال، منتدى صاحبات الأعمال، سوق الوثبة الرمضاني، تلفزيون الوثبة، وغيرها الكثير من المبادرات التي يقدمها بنك مسقط لرواد الأعمال التي تخصهم وتهمهم للنهوض بأعمالهم التجارية. يجب على رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة القصوى بالمنتجات والتسهيلات والخدمات التي يقدمها بنك مسقط لتطوير وتنمية أنشطتهم وأعمالهم التجارية.